قتلى وجرحى من جراء استهداف حافلة للركاب في سيناء وهجمات إرهابية متفرقة على الجيش المصري. حركة طالبان تجاهر بإقامة معسكرة تدريبية لها في سوريا. ويجب أن تكون هناك وقفة جدية من القيادة الفلسطينية ومن إخوان الفلسطينيين 48 ومن العرب والمسلمين وكافة الأحرار في العالم من أجل وقف هذه السياسة العنصرية التمييزية ضد الفلسطينيين. الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 تشهد إضرابا شاملا رفضا لمخطط صهيوني عنصري يصادر أراضي النقب ويهجر أهلها. الحلقي يلتقي أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ويؤكد اهتمام الحكومة بتطوير الموارد البشرية للمساهمة في عملية البناء والتنمية.